السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما وعدناكم بان غادي يكون عندنا النقل المباشر لعمليه اطلاق خط 19 دوريات امنيه متكونه من دراجين جدد وسيارات امنيه جديده. وحسب تصريح رئيس الامن الطرقي السيد سيد الوجيه الذي اكد ان قاعه المواصلات ستستقبل شكايات واتصالات المواطنين على اساس ان سياره النجده ستحل بعين المكان في اجل وقت قدره 5 دقائق او 6 دقائق على ابعد تقدير. الاخوان بارطاجيو معنا باش توصل هذه المبادره. اذا كانت عندكم شي مشكل في الحي ديالكم اتصلوا برقم 19 بشكل مباشر غادي تحل فرقات ديال الدراجين وسيارات النجده. اذا الدراجين كيتجولوا بشارع طريق بن زياد في اول جوله بمدينه تمارا. خويا مهدي مرحبا. هذه اذا هذه الدوريه غادي تكون بشكل يومي وغادي تكون في جميع الاحياء العمرانيه. هنا هذه دراجات ناريه جديده وسيارات امنيه جديده. نشكر على واجب السي خالد. اذا كما قلنا اشرف على العمليه السيد عميد عامله تسخيرات تمارا والسيد والي امن الرباط والسيد رئيس المنطقه الامنيه السيد مكي بكيوي ونائب رئيس المنطقه السيد عادل النجار بالاضافه الى رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح على مستوى عمل تسخيرات تمارا. اذا الاخوان بارطاجيو معنا باش توصل هذه المبادره وان شاء الله مدينه تمارا ستنعم بالامن بفضل هذه العناصر الامنيه الجديده اللي حلات بمدينة تمارا اليوم. كما لاحظتوا كاين تجاوب كبير مع المواطنين. إذن شكرا جزيلا بارطاجيو معنا الإخوان تحية للجميع.